وصل البحارة المصريون العشرون الذين تم تأمين الإفراج عنهم باليمن إلى أرض الوطن بعدما جرى تأمين عودتهم إلى البلاد بتوجيهات رئاسية. كانت التوجيهات الرئاسية للجهات المعنية قد ركزت على سرعة إنهاء أزمة البحارة المصريين باليمن وإعادتهم للوطن سالمين. وفور عودتهم إلى البلاد توجه البحارة بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكدوا أنهم كانوا على ثقة كاملة بقدرة الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي على إنهاء أزمتهم. بنشكر القيادة السياسية على المجهود الكبير اللي اتعمل عشان هم يرجعوا لنا بالسلامة، وبنشكر الأجهزة اللي تعاونت كلها عشان ترجعهم. احنا شايفين دايما ان القيادة السياسية بتهتم بالمواطن المصري في اسكان في بلده او خارج بلده، وفعلا ما سابوهمش لحظة واحدة على واحنا 70 منهم النهاردة. قد ايه هم كانوا بيتعاملوا معاملة كويسة، وقد ايه الجهات كلها كانت مهتمة بيهم عشان ترجعهم النهاردة لأسرهم. الحمد لله على سلامتهم. نشكر جميع الجهات المعنية اللي توجهت من اول نداء لينا بإنقاذ الصيادين المحتجزين باليمن. نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامهم بالصيادين وحل مشكلهم والاتصال بهم، اطمن عليهم هناك. بنتوجه بخالص الشكر والعرفان للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما بذله من جهد، وحمل على عاتقه كاهل 20 صيادا مصريا وأصر أن يأتوا إلى وطنهم وإلى بلادهم. احنا بنشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جزيل الشكر على اللي عمله معانا وجميع الجهات السيادية اللي اهتموا بنا وما سابوناش.